الصحافية ستدفع الثمن، وأقسمت بالله في حصة أخرى في قناة أخرى. الحركة من بين هذه أنه عندنا، بالتالي عندنا مجموعة من عندنا موارد بشرية. الحركة من بين هذه أنه نسترد هذه الأموال التي نهبت والتي سرقت. لما كنا ننبه بأن أموال تهرب والجزائر تسرق لم يكن أحد يستمع. اليوم الناس كلهم يرون بأعينهم بأن هذه العصابة دخلت السجن أو الجزء الأكبر منها افتضح أمره. ولكن السؤال المطروح هو الأموال التي نهبت كيف نستردها؟ كيف نسترجع هذه الأموال؟ لأن استرجع هذه الأموال ليس بالأمر الهين يا جماعة. تونس يعني افتضح أمر العصابة بعد ثورة حاسمة، ثورة حاسمة استطاعت أن تنقل تونس إلى انتقال ديمقراطي، ولكنهم إلى اليوم لم يقدروا على استرجاع هذه الأموال.